شوف اخبارنا ايه الليله وهنتكلم في هذا الملف المهم، لكن شوف الاخبار النهارده، اخبارنا ايه الليله. الشرطه البريطانيه النهارده بتعلن اصابه 4 أشخاص في اطلاق نار وسط العاصمه لندن. كان في جنازه وعربيه مسرعه اطلقت النار على ناس في جنازه، في اصابه 4 حسب الشرطه البريطانيه. ده كلام مهم قوي للسيد سامح شكر وزير الخارجيه. انتوا عارفين مصر والسيد الرئيس في دعوه من الهند، الهند للمشاركه في قمه ال20 تحت رئاسه الهند، والدكتور السيد سامح شكر وزير الخارجيه القى كلمه في المؤتمر الوزاري او الاجتماع الوزاري لمؤتمر صوت الجنوب تحت الرئاسه الهنديه، واتكلم فيه على انه مصر مستعده للتعاون مع المجتمع الدولي من اجل استضافه مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب والمساعده في مواجهه ازمه الغذاء العالميه، مستعدون لاستضافه مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب. الرئيس اليوم عبد الفتاح السيسي طبعا يوجه بمواصله جهود تنفيذ المخطط العام لتنميه شبه جزيره سيناء، نتكلم على حوالي 500,000 فدان في سيناء وسط وشمال سيناء، هنتكلم عنه بعد شويه عشان الملف ده ملف مهم قوي. دكتور مصطفى مدبولي النهارده طبعا عمل مؤتمر صحفي، والوضع في محافظه شمال سيناء حاليا يدعو للفخر. دكتور مصطفى مدبولي، البنك المركزي اتخذ خطوات مهمه لضبط السياسه النقديه. رئيس الوزراء تصريحات مهمه جدا وهي تخص المواطن. الدوله تتحمل 3 أضعاف فاتوره الكهرباء من خلال الدعم، رئيس الوزراء قالها كده بشكل واضح، كان جنبه الدكتور محمد شاكر قال لو احنا فاتوره الكهرباء ما تحملناهاش كان المواطن هيتحمل 3 أضعاف، وقال لو الفاتوره كان بتجيلك ب 300 جنيه النهارده هتجيلك الفاتوره ب 1000 جنيه، وبالتالي الدوله اللي ده اللي بتتحمله. هو بيتكلم هنا بيخاطب المواطن، بيقول للمواطن، المواطن يقول لك الحكومه عملت لنا ايه؟ الحكومه عملت ده جزء من اللي الدوله بتتحمله، الفاتوره دي فاتوره الكهرباء. لما المواطن يتكلم ويقول عملتوا لنا ايه؟ ادي فاتوره الكهرباء، ده بند واحد كهرباء، طب بند العيش جاي لنا، طب بند السولار جاي لنا، طب بند الوقود جاي لنا، طب بند ايه جاي لنا؟ كل ده الدوله تحمله؟ ايوه تتحمله. يبقى هنا لو بتسال عملتوا لنا ايه؟ رئيس الوزراء النهارده بيقول لك ادي بند واحد، لو ما كناش اجلنا وتحملنا الدعم ده على مدار الفتره الماضيه، وسياده الرئيس امر كمان لحد 30/6 اللي جاي، كنت حضرتك بند واحد فاتوره 300 جنيه كان هيجيلك 1000 جنيه، يبقى هنا في تحمل، ادي 3 أضعاف فاتوره الكهرباء فقط مش حاجه تانية. اللي بعده لسه بقول لحضرتك اهو، مصطفى مدبولي، دكتور مصطفى مدبولي النهارده الدوله تدعم السولار بقيمه 60 مليار جنيه سنويا، يعني لو الدوله رفعت ايدها عن ده يبقى في مشكله هائله، السولار كمان يبقى فيه دعم كمان، يبقى احنا هنا بنتكلم على كهرباء 10 مليار او حوالي 20 مليار جنيه، وادي 60 مليار جنيه كمان دعم اخر للسولار. طيب اخبار العيش ايه؟ نشوف. تحريك سعر العمله رفع تكلفه رغيف الخبز ل 90 قرشا ولم نحمل المواطن شيئا. هنا رئيس الوزراء اتكلم على ده، الكلام ده على اليومين اللي فاتوا بس، كان ب 80 اولا قبل كورونا كان 65 قرشا اللي بتتحمله سعر تكلفه الرغيف، بعد كورونا وصلنا ل 80، بعد الاجراءات اللي خدها البنك المركزي اول امبارح وصل ل 90 قرش اللي هو الرغيف الواحد، ومحدش قرب منه، وبتشتريه حضرتك بخمس قروش والدولة تتحمل 85 قرشا في كل رغيف، 85 قرش في الرغيف الواحد تتحمله الدولة، حتى الآن بيزيد التكلفة ولم تقترب من العيش أبدا. رائد فضاء ياباني ينشر صورة للقاهرة من الفضاء ويعلق
بدت مشرقة. ادي القاهرة، شوف اللي حوالينا ايه واحنا ايه، شوف اللي حوالينا ضلمة ضلمة ضلمة، ودايما يا رب مصر منورة يا رب، زي ما هي منورة رائد الفضاء اللي شافها وقال لك مشرقة، مصر دايما منورة يا رب بإذن الله. صندوق النقد، خلوا بالكوا العالم، خلوا بالكوا هنا العالم، عام 23 الصندوق بيقول لنا ايه، بيتكلم على العالم عشان نشوف العالم في 23 اخباره ايه. صندوق النقد يحذر من توترات اجتماعية عالمية في عام 23، توترات اجتماعية في كل دول العالم، ده الصندوق النقد هو اللي بيحذرنا، ما بيتكلمش على، بيتكلم على العالم كله، رايح فين العالم والمشاكل الاجتماعية الكبيرة في عام 23، فين كله رايح لها، كل دول العالم رايح لها. البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد، أمريكا رقم واحد اقتصاد، في أكبر اقتصاد في العالم، عندهم مشاكل هائلة في الاقتصاد خلال هذا العام، مش مصر، العالم كله، بكلمك على أكبر اقتصاد في العالم. البنوك الأمريكية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور، تدهور في الاقتصاد ايه؟ الأمريكي. أمريكا تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها، بكلمك على الولايات المتحدة الأمريكية، عندها مشكلة في الديون، مش بتكلم على مصر والله، والله بتكلم على أمريكا. يعني جانت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية حذرت وقالت إنه قدامنا عدة أيام وهنتخلف عن سداد ديون بتاعتنا، وبتحذر الكونجرس الأمريكي، وقالت إنه علينا أن نتجنب التخلف عن سداد الديون. أنا بكلمك على أمريكا الديون بتاعتها، أنت عارف أمريكا ديونها قد إيه حضرتك؟ الديون على الولايات المتحدة الأمريكية؟ عارفين الرقم كام؟ 31 تريليون. بكلمك على رقم حقيقي، 31 تريليون دولار ديون الولايات المتحدة الأمريكية، بيتكلموا على طبعا، وعندهم كمان عجز 421 مليار دولار في الميزانية. وقالت جانت يلين امبارح انه الولايات المتحدة ربما تصل الى اقصى حد للديون المسموح بيها، وقالت الرقم 31 تريليون دولار و400 مليار، وقالت انه وزارة الخزانة ستضطر لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة، وقالت انه وجهت خطاب للكونجرس انهم لازم يعني يبادروا برفع سقف الدين، لانه عندنا مشاكل كبيرة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. وبعتت رسالة الى كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب، وقالت علينا ان احنا ناخد اجراءات حتى لا نتخلف عن سداد الديون اللي علينا، اكبر خطر يواجه، بكلمك على امريكا، امريكا عليها ديون 31 تريليون ديون على امريكا، الولايات المتحدة الأمريكية 31 تريليون دولار، يا لها من لحظة صعبة. اللي بعده، الاثنين بدولار، جنون البيض في امريكا، جنون البيض يضرب امريكا، الاثنين بدولار، البيضتين بدولار في امريكا، يعني بكام بيضتين؟ بكام؟ اضرب اضرب زي ما انت عايز، انا ماليش علاقه، حضرتك اللي تضرب، بكلمك على امريكا مش انا، مش هما، بكلمك على امريكا، اسعار جنونيه، كله عنده مشاكل هائله. ترامب يستعد لإطلاق حملته الرئاسية، بيتكلم هذا الشهر، شهر يناير هذا، خلال الأيام القادمة هيطلق الحملة الرئاسية، وبالتالي خذ انتخابات العام القادم 24. أزمة تكلفة المعيشة تؤرق كام؟ 90% من الأوروبيين. ده أنا بكلمك على أوروبا والمرتبات والدخل الكبير جدا. أزمة تكاليف المعيشة تؤرق 90% من الأوروبيين، الاتحاد الأوروبي يفشل في معالجة الأزمة. بوريك العالم كي ترى العالم، عشان أبص كمان أنا فين من اللي في العالم. هنا بريطانيا، ملايين البريطانيين لا يستطيعون شحن عدادات الكهرباء في منازلهم، عندهم مشاكل إنه دي فاتورة الأسعار والغلاء والمعيشة وارتفاع كل حاجة، بكلمك على بريطانيا، ملايين مش هيقدروا يعرفوا
يشحنوا عدادات الكهرباء في بيوتهم. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم واحد، أكبر مبيعات حصلت لكتاب 1.4 مليون اللي هو فضح فيه العائلة المالكة. الاقتصاد الألماني يسجل تباطؤا في النمو. ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 5.2% خلال العام الماضي. معدل التضخم في الأرجنتين يرتفع إلى 95، شوفوا الرقم 95%، التضخم في الأرجنتين أعلى مستوى من 30 سنة، منذ 30 عاما. بوريك كل العالم، لأنه وأنا بوري حضرتك بعمل لك جولة يومية كده عشان بس إيه تبص بس العالم كله. الأزمة ليست أزمة مصرية، ليست أزمة مصرية، بوريك العالم من الشرق والغرب كله 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 كله. 60,000 وفاة بكورونا خلال 5 أسابيع في الصين، لأول مرة بيكشفوا عن أرقام الصين لأول مرة. سول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة قرب الحدود كوريا الشمالية. ما هو قادم في هذا الملف؟ الملف في المنطقة دي تحديدا، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان والصين واليابان، واللي بيحصل ايه والتحالفات وامريكا. المنطقة دي هي المنطقة اللي فيها كمان سخونة بجانب اوكرانيا وروسيا. الياقوت بيتكلم طبعا احد المسؤولين في قطاع الصناعة والتجارة في المملكة العربية السعودية في برنامج كان بيتكلم على الأوضاع في الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، وكان بيتكلم على المؤشرات أسعار السلع العالمية. ومهندس عبد العزيز الياقوت ده استشاري في العملية التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، وقال لك إن إحنا أنا هنا بكلمك عن المملكة العربية السعودية كمان، ما هو نشوف كمان اللي حوالينا يعني. قال لك إنه عملنا إجراء 500 زيارة عشان نشوف أسعار المنتجات الغذائية والسلع في الأسواق. فقال لك فيه حصل زيادة على 500 منتج أساسي زي الألبان، ده أنا بكلمك على السعودية، والفراخ والبيض والأنواع المختلفة من الجبن أجبان والمنظفات. قال دي اللي رصدنا لقينا فيها زيادة 500 منتج، اللي هو كل البيوت ما فيش بيت ما بيستخدمش ده، ما فيش بيت في العالم ما بيستخدمش ده، في السعودية أو في مصر أو في أمريكا أو الصين أو اليابان أو الهند، أي بيت في العالم الحاجات دي بيستخدم. مفيش حد ما بياكلش بيت، مفيش حد ما بياكلش جبنة، حد بينظفش بيته، مفيش حد ما فراخ لبن، يعني فالمنتجات الأساسية لأي بيت. فقال لك لقينا فيها زيادة في الأسعار، وقال إنه في لاحظنا، هو بيقول مش احنا، المهندس عبد العزيز ياقوت بيقول لاحظنا انه حصل ارتفاع تجاوز ما بين 28% ما بين 23% الى 28%، وقال انه زياده في المنتجات ديت. وقال انه ادى مثلا لو في اسره مكونه من 4 افراد اب وام ومعاهم طفلين، قال لك الاول كان المرتب اللي بيصرفوه من مرتبهم الأكل أو الحاجات اللي هي مشتريات الأسرة من هذه السلع، كانوا بيصرفوا من مرتبهم 38.5% من المرتب. ده بيتكلم عن المملكة العربية السعودية. قال لك النهاردة الرقم ده ارتفع، 38.5 ارتفع إلى 48%، يعني نص دخل الأسرة في المملكة العربية السعودية بينفق على ايه؟ على الأكل، على الأكل الأساسي. 48% من دخل الأسرة، مرتب الزوج أو المرتب الأساسي الأسرة بينفق على سلة الغذاء في المملكة العربية السعودية، يعني اتبقى 52% من الدخل على حاجات أخرى. هنا بيتكلم على ايه؟ الأكل. قرب لبنزين ولا فسح ولا فنادق ولا رحلات، لا لا، اللي بتكلم هنا بكلمك على المملكه العربيه السعوديه. وقال لك بالتالي انه 48% من دخل المواطن
بيروح للمواد الغذائية، الانفاق على المواد الغذائية، وبالتالي هناك انفاق كبير جدا وهناك زيادة كبيرة جدا على سلة الغذاء في المملكة العربية السعودية أيضا. هنا ده حكم مهم، والحكم ده اللي قدام حضراتكم عشان مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الحكم ده بيقول لنا عشان الناس برضو تخلي بالها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. تلاقي حد ايه طلع وعمل تويته كده او كتب على فيسبوك وبالتالي ان انت بتروح النهارده لمحكمه، المحكمه النهارده ادت وعقبت وخدت حكم، يعني حكم ردع في احدى القضايا، انه احد المتهمين في قضيه خاصه بمواقع التواصل الاجتماعي موظف، وبالتالي المحكمه برئاسه المستشار سامح عبد الحكم والمستشار عبد الرحمن صفوت والمستشار ياسر عكاشه اصدرت حكم بالمشدد 3 سنوات على متهم حرض على جرائم الارهاب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. والمتهم ده احد الموظفين، هو موظف منضم لجماعه ارهابيه، حرض على الاعتداء على رجال الشرطه والقوات المسلحه من خلال الحساب الخاص به على فيسبوك، ونشر عبارات تدعو لاستهداف افراد القوات المسلحه والشرطه لعمليات ارهابيه والترويج لارتكاب جرائم ارهابيه. فانا هنا الحكم ده حكم فيه ردع، حكم ده فيه ردع، فيه ردع كمان انه الناس لازم، اي حد النهارده مش انت كتبت كلمتين ومحدش هيحاسبك، لا، اصبحت جريمه النهارده يعاقب عليها بالقانون. فلازم الناس كمان، ممكن حضرتك وانت بتكتب بتعلق وبتحرض كلمه كده ولا كده، لا، ممكن تتاخد ديت يروح بيه يقدم بلاغ ضدك، هتلاقي نفسك واخد 3 سنوات سجن. وزاره التضامن اعفاء الطلاب ذوي الهمم من شرط التوزيع الجغرافي للاقامه بالمدن الجامعيه. الفنان ياسر جلال يتبرع ب 3 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. وفنان ياسر جلال زي ما بقول لحضراتكم، عادة هو يعني المعلومات، لانه في بعض الناس اتكلموا على قصة التبرع الخاصة بالفنان ياسر جلال. اولا بحييه، فنان القدير ياسر جلال. ياسر جلال ما اعلنش عن التبرع ده، معرفش ما يعني، هو عمل التبرع وبعدين لقى انه في حصل تواصل معاه، هو عادة عنده حاجات كتيرة بيعملها، وانا كنت بتكلم معاه عشان اعرف بس ايه الحكاية يعني. بعد ما راح تبرع لصندوق تحيا مصر، وهو عادة بيعمل الحاجات دي في السر، والحاجات دي عادة بتبقى في السر، راح بنك احد البنوك يعني، يعني بيتبرع لصندوق تحيا مصر. فبعد كده حصل اتصال معاه انت فلان يعني عشان يتاكدوا، طب انت المهم يعني، فاضطر انه، لان هو عاده زي ما بقول لكم بيعمل حاجات تانية اخرى ما بيعلنش عنها، اضطر ياسر جلال انه يعلن عن التبرع لصندوق تحيا مصر. وبالمناسبه مش عيب، يعني مش عيب، لانه ده كمان بيدي ناس تانية، تلاقي ياسر جلال، تلاقي محمد صلاح، تلاقي حد تاني، حد رابع، حد عاشر بيتبرع، فبيبقى كمان رسالة إيجابية إنه الناس يعني تسير على خطى ياسر جلال. فهو عادة وزي ما قال لي كده على التليفون يعني ما بيعلنش عن الكلام ده، لكن هو طبعا المرة دي يمكن اضطر إنه ينشر إنه تبرع بالفعل ليه صندوق تحيا مصر، ويعلن عن هذا التبرع اللي هو يعني، هو الراجل ياسر جلال مش محتاج لا شهرة ولا محتاج نجومية ولا محتاج زي ما بقول كده يعني، إلا إنه يعني الراجل زي ما بقول كده عادة يعني ياسر جلال شغله وأسرته الصغيرة، وياسر جلال ما بتلاقوش يعني زي يمكن فنانين كبار تانيين إنه يعني ياخد اي حاجة كده ويتكلم عنها، لا، هو ملتزم جدا ياسر جلال، وانا بحييه. وهو بيعمل كمان، هو واقف مع بلده، اللي بيعمله ده بيعمله لصالح مصر مش اشخاص، اللي عمله ده لصالح مصر، واللي عمله ده
عشان بلده، مش عشان أشخاص على الإطلاق. هو عمل هذا الكلام وهذا التبرع مساندة لبلده. فأنا بشكره وبحييه الفنان الكبير ياسر جلال.